إسلام حسن كانت أمنيته أن يصبح طيارا ليطوف العالم كله، ولكن جاءت رحلة بورسعيد لتكون الأولى والأخيرة في مشوار حياته التي لم تتعدى 14 عاما، حيث كان إسلام طالبا بالصف الثاني الإعدادي ويعد الأزهر في قائمة شهداء مذبحة بورسعيد. قال لي طيب بص يا ماما، احنا داخلين على الامتحانات بتاعت المتر ديت، تحبي ان انا اجيب فيها كام وتبقى هديتي ان انا انضم للأبطال؟ يوم الماتش كنا بنزور جدته في المستشفى عشان كانت تعبانه، وبابا هناك واقف بره عند الامن مع عم ابني بيتكلم معاه، فسمع الامن وهم بيقولوا ايه اللي بيحصل ده وبيقولهم فيه، قالوا له ده الولاد في بورسعيد بيموتوا في. قال ازاي؟ راح سايبنا في المستشفى من غير ما اعرف وراح على بورسعيد، انا ما اعرفش حاجه. وبعدين عمه جه روحني البيت وبرده ما اعرفش حاجه، ما قاليش. جيت البيت لقيت والدتي بتتصل بيا بتقول لي هي ما تعرفش ان اسلام في الماتش، يعني فاهمها هو مع اصحابه. قالت لي اسلام لسه ما جاش. قلت لها لا لسه ما جاش، ده عند اصحابه هنا قريب من البيت. قالت لي طب خليه يجي عشان البلد فيها قلق. بقول لها في ايه يا ماما؟ قالت لي ده في ولاد ماتوا في السبت. انا حسيت ان ابني منهم في اللحظه دي، ما اعرفش ليه. هو احنا كنا يعني لما كنت حاجه بتقف معايا في المذاكره وكده هو كان يجي يقول لي عليها وكده، وكنا بنقعد نلعب مع بعض، وهو أصلا كان صاحبي وكنا نلعب مع بعض. كان بيلعب معايا وفي عيد ميلادي كان بيجيب لي حاجات كتيرة، بس كانش بيجرني. لأ كنتش بتخاف على من الألدرس؟ كنت بخاف عليه. لا ما قلتلوش. لما عرفت خبر وفاته عملت ايه؟ سألت أوي وعطيت. قبل ما يتوفى بثلاث ايام كان في ماتش المقاولين قبل ماتش بورسعيد، كنا مع بعض في اليوم ده، وقال ان هو احتمال يسافر بورسعيد، وانا عارف ان هي ان هو متعته ان هو يكون في المدرج ومتعته في تشجيع الاهلي وكده. بصراحه ما قلتلوش ان بلاش وكده، بس كنت يعني من جوايا كنت قلقان عليه، بس ربنا يرحمه احسن. كلمت اسلام، التليفون اللي رد عليا سمع صوت زهيق مش سمع صوت اسلام، محدش بيتكلم. بس بعد كده قعدت اتصل، التليفون غير متاح مقفول، بقيت صحابنا نفس الكلام.